آخر حركة. شوف كيف تقدر تستخدمها بالطريقة هاي أو تستخدمها بروحها. يا سلام، شفت كيف؟ السماعة هذه شو حكايتها؟ كلموني في الصين قالوا لنا السماعة هذه الطلب عليها عالي العال في البلدان الأوروبية. قلت لهم شو قصتها؟ هذه سماعة خاصة لها للجيمينج، البلوتوث فيها 5.0، بطاريتها قوية جدا، تم معك مع البوكس هذا 26 ساعة. السماعة بروح الوحدة تم معك 6 ساعات، يعني حق ناس اللي يلعبون جيمينج، الناس اللي يسوون رياضة، هذه السماعة اختيار جدا موفق. شوف كيف، يا سلام، جميلة جدا في الصوت واستقطاب الصوت، المايك فيها جدا قوي بعد، شيء محترم صراحة، وكواليتي عالي، كواليتي عالي عالي يا جماعة. احلى شيء فيها ان الشحن تايب سي، يعني تشحن لك البوكس بشكل سريع دام انه تايب سي. شوف هذه المواصفات، بلوتوث 5.0 مخصصة لأهل الجيمينج، عندك مود تحطه حق الجيمينج ولا الميوزك انت تتحكم، جودة الصوت جدا عالية هاي فاي، وعندك الكنترول بالتتش، وعندك مقاومة الماء IPX5، منتج في قمة الروعة.